هل انت فخوره بمهنه باباكي؟ اكيد طبعا. كلميني عن هذا الفخر. ايوه طبعا، يعني لولا المهنه دي لولا انا في حقوق كده. قولي لي، البنات زمايلك في الجامعه بصراحه تامه، هل كلهم يعرفوا مهنه الوالد؟ بيقولوا لك ايه؟ قولي لي الكلام اللي تسمعيه. لا عادي، في ناس تخاف، في ناس تبعد. تخاف؟ خافوا منك؟ في ناس تبعد. تبعد؟ بس مفيش طريقه ولا حاجه. يعني يا يخافوا يا يبعدوا، يا يبعدوا يا يبقوا اصحابك قوي. هما كده. تفتكري بيخافوا ليه؟ مش عارفه، يعني هما فاكرين ان احنا، يعني عشان بابا شغال كده، ف خوف بقى وحاجات زي كده، يعني خافوا يقربوا مني لا يحصل حاجه كده وكده. يعني زي التشاؤم وكده. تشاؤم؟ طب بيبعدوا ليه برضو؟ تشاؤم؟ مثلا ايه، لا اقرب منهم قوي يجرالهم حاجه بسببي كده.